في يوم 25 كانون الثاني من عام 2013 تفجرت الأرض براكين من راجمات الموت، وصبت السماء حمما من غربان الدمار، فلا تسمع في بلدي كفرنبودة سوى صرخات يا الله وصرخات الألم. وتدافع الناس على الطرقات طالبين النجاة، وخرجت من داري هائما مرعوبا دون وداع للدار، وأردت أن أعرف داري ما إذا تناثرت كغيرها، أم أنها شامخة صامدة في وجه الدمار. فأرسلت إليها الروح، أرسلت روحي إلى داري تطوف بها. لما خطانا إليها ما لها سبل أن تسأل الدار إن كانت تذكرنا أم أنها نسيت مذ أهلها رحلوا. بالله يا دار لا تبدي معاتبتي، أني رحلت بحالي دون ما قبل، ما كان لب بساعة الرحيل وما وقت أتيح إذ النيران تنهمل. لم يطل بحثنا كثيرا حتى نهتدي للبيت الذي كان يسكنه الشاعر صاحب هذه الكلمات، فقد كانت قصيدته الشهيرة أرسلت روحي أشبه ببطاقة هوية جديدة له، جعلت اسمه معروفا ومنتشرا كما قال لنا مرافقنا حين قصدنا إحدى ضواحي مدينة أنطاكيا التركية لنتعرف على منزله في لحظة وداع وغياب. نحن الآن وصلنا لمنطقة نارلجا اللي هي ضاحية من ضواحي أنطاكيا. كان الشاعر نادر شاليش يسكن بمنزل متواضع هو وعائلته فيها، وما زالت عائلته تسكن بنفس المنزل. هنا في هذا البيت عاش شاعر المخيمات والنزوح كما أطلق عليه السوريون في كتاباتهم ومراثيهم، عاش أيامه الأخيرة. كان نادر شاليش ابن قرية كفرنبودة في ريف حما الشمالي، والتي ولد فيها عام 1939، كان يعاني مرض الربو الذي أنهك صدره، وتفاقم بعد نزوحه من قريته إلى مخيم أطمى الحدودي ثم إلى الأراضي التركية، فأسهم في صنع مأساة رحيله إثر مهانات مع ملابسات مرضية تفاوتت آراء أسرته فيها. بالفترة الأخيرة قطع الأكل والشرب، قطع نهائيا بالبيت. أخذوا أخوي الأصغر مني على المستشفى على العاجل، طلعوا هيك الأطباء شافوا وضعه قال اشتباه كورونا. قلنا لهم انه اخي ما في هو كورونا، ولكن هو مريض ربو، وعلى السيستم عندكم بيطلع هذا الشيء باعتبار صار له 4-5 سنوات عم ياخذ علاج للربو. مباشره يعني كان وضعه سيء جدا، قلت له قطع الاكل والشرب هاي، فاعطوا له قاح الكورونا مما زاد الوضع السيء الى أسوأ، صار ما بقى يحسن حتى يتنفس. اخذوه في وقتها الى العنايه المشدده باليوغون باقيمة، ظل 22 يوم. فترته الأخيرة ما عاد يستوعب مين نحن،
ما عاد يستوعب شو عم يعمل شو عم يحكي. تراجعت حالته وساءت كتير أيامه الأخيرة لا قبل ما ليوم اللي أخذته على الإسعاف فات على العناية المشددة وما عاد شفنا ولا عاد حكينا معه. دخل المشفى عدة أيام كان وضعه جيد وكنا نزوره لأنه وضعه لم يستجب بشكل جيد للدواء فقرر الأطباء أن يطالعوه على غرفة العناية المشددة. طبعاً بغرفة العناية المشددة أو ربما قبل اضطروا يلقحوه لقاح كورونا. بعد لقاح كورونا ساءت حالته فصار كورونا صار معه وضع شبيه بكورونا ليس كورونا إنما شبيه بكورونا بالأصل باعتبار هو عنده مشكلة بالصدر يعني هي بالأصل عنده مشكلة الرب. هو مدخن ويعني لم يترك الدخان إلا قليلاً يعني كان يخفف منه وكان دائماً عم يأخذ أدوية للربو. فلما بعد اللقاح كورونا يعني زاءت حالته كثيراً ما كنت أنصح بترك هذا المنزل لا يناسب مريض ربو يعني هكذا بيت هو يعني هو يصنع الربو هو يسبب الربو فما بالك مريض ربو وفي مراحل متقدمة من هذا المرض. فلما اتصل بإسعافه باعتباره مريض ذهبت إلى ذاك البيت فلم أجده أكثر يعني أحسن حالا كان سقفه من بلاستيك وفوقه توتي يعني زاد الطين بلة أنه أكثر حرارة لا يقي لا قرا ولا حرا. قبل أن يسكن الشاعر نادر شاليش هذا البيت الذي حذره صديقه الطبيب إسماعيل جروج من البقاء فيه كان قد تنقل بين بيوت أكثر بؤساً ومنها محل صغير سكنه مع عائلته في مدينة الريحانية التركية التي قصدناها ونحن نسأل الجوار في الحي عن الشاعر والبيت الذي كان يقطن فيه. ليس المرض وحده هو من أثقل على هذا الشاعر الثمانيني الذي وجد نفسه وأسرته فجأة في مهب رياح النزوح ثم اللجوء خارج الحدود. فقد عاش أيضا سلسلة من المآسي الشخصية وأخبار فقد الأحبة ونعي أبناء وأحفاد. بعد وفاة ابن البكر بعد ما توفى ابن البكر توفى ولده ياسر يعني كسر ظهره فوق ما تتصور. كيف مات ياسر؟ ياسر مات بطعنة سكين هون بهاتاي بأنطاكيا عند دوار الكفين. كان في مشكلة أو شيء؟ كان هو وأصدقائه اثنين رايح يودي صديق من هون إلى كراج البولمان مشان يودوه على اسطنبول. تعرضوا له زعران من ألطنوز حكوا عليهم سبوهم ردوا بالمقابل. هدوكي معهم سكاكين باعتبارهم زعران بيلتقى معهم سكاكين حشاشي يعني من جميع طعنوا أول شيء بسكين في بطنه وبعدها كمان إجا نبأ استشهاد ابنه البكر استشهد كمان في دمشق كمان يعني مثل ما بنقول نحن زاد الطين بلة يعني انتهى لدرجة إنه ما بقى يحسن يستوعب الأمور. وجا كمان وفاة ابنه كمان طبعا طفل صغير ولكن يعني دائما الولد بقول مو أغلى من الولد إلا ولد الولد عرفت كيف كمان يعني كل هالظروف يعني قسمت ظهره. إن شد ما يؤلمني أن أتذكر حياته بعد ما رجع لتركيا. حياته كانت هنا حياة صعبة فقر بؤس شقاء وزاد فوقها المرض.
كان نادر شاليش يكتب الشعر منذ تسعينات القرن العشرين، أي قبل نحو 3 عقود من رحيله، وكانت ذروة تأثره الأبرز بالأحداث هي الحرب الأمريكية على أفغانستان. شاعر نادر شاليش رحمة الله عليه كان يكتب الأشعار تقريباً من أيام التسعينيات، ما بعد التسعينيات بسنتين أو 3 أو 4 سنوات تقريباً. فبداية قصائده في حرب على أفغانستان، الحرب الأمريكية على أفغانستان، كتب قصيدة مكونة من 21 بيت ولكنها فقدت في النزوح. فبداية القصيدة كانت: أسود في القيود مكبلات وفي أعناقها طوق الحديد. إن تقبلوا المعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق الأوطان والخل والمكان وينتهي الزمان. إذا كان ميلاده الشعري يعود إلى ما قبل نزوحه عن قريته كفرنبودا بسنوات طويلة تفاعل فيها مع أحداث شكلت تحولات بالنسبة له، فإن لحظة ميلاد الشاعر في وجدان الجماهير ارتبطت بما فاضت به قريحته الشعرية في رحلة النزوح المريرة. كانت لحظة النزوح هي اللحظة التي نقلت نادر شاليش من شاعر معروف في أوساط قريته وعائلته وأصدقائه إلى شاعر لامس بشعره مشاعر السوريين الذين شاركوه مأساة النزوح. تأثر كثير، يعني تأثر كثير وأثرت عليه حياة النزوح، حياة التهجير أثرت فيه كثير، ففجرت فيه وحي الشعر. طلعت معه هالقصيدة هاي، ما مرة قراها إلا ما بكي، عندما بقول يعني حتى أنا هلأ إذا بدي أحكيها ببكي بصراحة، إذا هلأ بدي أعد لك إياها ببكي. ومؤثرة جدا هي كانت، أثرت كتير. وأنا بعرف يعني أول ما انتشرت بعرف بعض الأشخاص كانوا يقولوا لي إنه عم نسمعها بنهار 20 مرة ما عم نمل منها. يعني هي إجت من معاناة، يعني هو كتب ليقولوا إنه عم يكتب قصائد أو هو شاعر، هو كتبها بعبر عن حالته، فعلاً عبر عن حالته بمخيم أطمي وحالة النزوح وكيف الدار انقصفت وكيف شو صار فيها، وهل نرجع يرجعوا الشمل ويلتئموا أم لا، كلها تعبر عنها بدقة عالية يعني. وفعلاً كان هالتساؤلات حاسس إنه ممكن ما نرجع له، وهل الزقف ما زال منتصباً، الشموخ الرومة ما فعلوا. آسف ما فيه كمل. كل يحن إلى بيته، إلى داره، إلى وطنه، إلى جذوره وأرضه التي اقتلع منها. فجاءت هذه القصيدة معبرة عن كل ذلك من أحوال السوريين، يعني تنبع من القلب، لذلك لمست شغاف قلب السوريين جميعا المحرومين من كل ظروف الحياة السعيدة. أرسلت روحي إلى داري تطوف بها، لما خطانا إليها ما لها سبل أن تسأل الدار إن كانت تذكرنا أم أنها نسيت مذ أهلها رحلوا، أن تسأل السقف هل ما زال منتصبا فوق الجدار شموخا رغم ما فعلوا، أم أنها ركعت للأرض ساجدة تشكو إلى الله في حزن وترتهن. هيهات يا دار أن تصفو الحياة بنا ويرجع الجمع بعد النأي يكتمل، لكن روحي ستبقى فيك ساكنة، ما لي بأطمة لا شاة ولا جمل. تمضي بنا الدروب لنقتفي أثر شاعر غاب لحظة ميلاده في وجدان الناس، نقتفي أثر الأمكنة حيث تنقل مسكونا بحلم استعادة وطن. أما الأزمنة فالعودة إليها أكثر صعوبة واستحالة،
لأنها تفتقر إلى كثير من الشواهد البصرية والقدرة على استحضار المناخ الذي كان، فيتحول الزمن إلى ثلة أحاديث ذكريات على لسان أقرباء الشاعر وأصدقائه ممن شاركوه الزمن نفسه. ها هنا تستوقفنا بين صور الماضي القليلة صورة نادر شاليش الضابط، فيختفي الشاعر في ثياب ضابط وصل إلى رتبة نقيب قبل أن يتم تسريحه من الجيش تعسفيا بعدما خاض حربا من الصراع مع الفساد والأخطاء الممنهجة. من بداية عمله الأولى يعني وقت كان ضابط بالجيش خاض حرب تشرين، هو يعني كان محتك مع الضباط المحسوبين على النظام ومع الشخصيات اللي فيما بعد صاروا قيادات، كانوا من دورته باعتبارها يعني هذيك الأيام كانوا ضباط صغار. مثل مين؟ علي حيدر، علي دوبة، كل هدول يعني كانوا ضباط صغار وكانوا على احتكاك معه هون وخاض حرب تشرين، وكان هو ضابط دبابات يعني وله بطولات وله أعمال جيدة يعني. لأنه يعني هذا الصنف الجريء اللي بيحكي وما بيسكت على الغلط وما بيجامل، هذا يعني ما بيناسبه حقيقة يعني. فبالأخير وهو شخص جيد يعني، إنما مو من النوعية اللي ممكن يكون هو يستكين إلون وممكن يكون مطي إلون وممكن يكون مطواع حتى مثلا يرقوه ويخلوه عندهم. أبوي مو بالأمن، كانت رتبته في الجيش نقيب، وصل لرتبة النقيب أثناء حرب تشرين التحريرية كمان على زعمهم. بعد ما انتهت حرب تشرين التحريرية وصار في حرب الاستنزاف وقفوا لأبوي عن الأمن وقفوا عن الجيش وحولوا من الجيش إلى وزارة الدفاع. عمل فيها فترة مليحة ما عجبته، ليش؟ لأنه فيها صار يحطوا له ضابط، كان مو ضابط، مساعد، كان برتبة يعني برتبة مساعد وأبوي نقيب. ففجأة كان بالدوام وجاء لقى المساعد على طاولته وأبوي طاولته صارت خلف المساعد، طلع عليه هيك انه وبأين ذنب يعني بتعملوا هالعمل هذا بس لانه هو علوي وانا سني. خرج الضابط نادر شاليش من خلال تجربته في الجيش السوري بقناعة مفادها انه حتى في هذه المؤسسة العسكرية الشعب السوري ليس واحدا. وروى لنا ابن أخيه المهندس إبراهيم وهو يدون ما سمعه من عمه ما دار بينه وبين زملائه الضباط العلويين الذين كانوا قد صنفوه بأنه ضابط لا يوثق بولائه. أحد الأشخاص يعني أحد الضباط زملائه من المقربين للنظام يعني نصحوا قال له بمعنى أنه نحن ما لنا ضد لقمة أولادك وما بدنا نقطع رزقة أولادك، لأنه أنت بالجيش ما بتصلح لنا يعني، أنت إذا إجا يوما ما وصرت قائد كتيبي ربما بدك تناوب، فإذا أنت ناوبت ممكن بدنا لواء يستنفر مقابلك أنت يعني، خوفا من القيام بعملية انقلابية. نعم شيء من هالقبيل، أنه يعني لا نثق فيك بهالمعنى، لا نثق فيك، وإذا بدنا نسلمك يعني رح نكون حذرين جدا ويكلفنا لواء بده دائما يكونوا مستنفر لحتى يعني يقينا شرك. فنقلوا إلى شعب التجنيد ومن ثم إلى مديرية التربية، وبعد فترة من الزمن انتقل إلى الضيعة إلى كفرنبوده، وكان آخر أعمال مارسه كان مدير الثانوي في كفرنبوده. أكثر ما أخبرني به عن ما كان يراه من فساد، ما كان يراه من ظلم العباد، ما كان يراه من ظلم الأخي أخيه، ما كان يراه من عذرا لهذه الكلمة يعني يحاول دهورت الآخرين بأي وسيلة، بالنفاق، بالدجل، بالافتراء، بأي وسيلة كانت. لم تنتهي متاعب نادر شاليش بتسريحه من الجيش ولا بنقله إلى الأمن، ففي ظل توحش نظام حافظ الأسد أثناء مجزرة حمال كبرى عام 1982 وما بعدها، كان تقاعسه في خوض الملاحقات الأمنية الاعتباطية التي كانت تطال الأبرياء على الشبهة مثار شكوك بولائه أدت إلى سجنه. أدت إلى
شكوك حوله، وصار في بعدها مشكلة بينه وبين أحد العناصر بالنظام أو الضباط، لا أعلم تماماً يعني، أدت إلى سجن مدة 6 شهور. سجن مدة 6 شهور وبعدها طلع، وعلى أساس أنه يعني خلاص توبي ومن هالشغلات هاي، وترك الأمن على أثرها وراح للتعليم. كان على شاليش حتى بعد أن انتقل إلى سلك التعليم مديراً لثانوية قريته كفرنبودة، أن يواجه متاعب أمنية سببها طول اللسان، كما كان يوصف خلال الإصلاحات المتكررة للفروع الأمنية التي لم توفره على الرغم من كبر سنه. كان هو مثل ما قلنا يعني جريء بانتقاد الحكم، كونه بيعرف مداخله ومفاصله، فكان دائماً يطلب إلى الأمن بحجة أنه ليش حكيت كذا كذا، يعني كان يوصلهم شو بيحكي، ونحن كنا دائماً حقيقة على خلاف معه نحن كأقاربه، لا سيما الموظفين اللي كنا نخاف على وظائفنا ونخاف على سمعتنا بالدولة. حقيقة كنا ننتقده أنه ليش عم تجاهر بنقد الدولة، لأنه ما كان يستطيع، يعني مجرد ما نحكي عن غلط أو فساد بالدولة بده يحكي فيه، يعني ما كان يقدر يكبح حاله. فكان يطلب إلى فروع الأمن كثير، وحكم عمره الكبير وكذا يعني كانوا يتركوه. فآخر شيء يعني آخر استدعاء للأمن على أساس صرحوه كمدير ثانوي. مهنة التدريس وقفت تقريباً في عام 1990 أو 1991، وقف مهنة التدريس بشكل عام من مديرية التربية، ولكن بعدها بعد 91 صار يعطي دروس خصوصية بالمجان بالبيت في المنزل. أشعلت أحلام الربيع العربي الأمل في نفس الشاعر نادر شاليش، وعندما تفجرت الثورة السورية ضد حكم بشار الأسد والنظام المخابراتي الطائفي الذي يمثله في آذار من عام 2011، رأى فيها نتيجة طبيعية لجملة من الممارسات الطويلة التي كان يدرك نادر شاليش أنها لابد أن تلد ثورة في يوم من الأيام، لكن هذا الشاعر المتحمس للثورة كفكرة وضرورة سرعان ما انغمس مع الشباب الذين فجروا الثورة في مظاهراتهم الأولى لم يكن متفائلا بالخلاص السهل، بل كان يرى الطريق أمام الشعب السوري عسيرا وشاقا منذ البداية. قبل ما تقوم الثورة كان أبويا كتير متأمل لما صارت الثورة في ليبيا وفي مصر وفي تونس وباقي البلدان، وكان يدعو يا رب أنه تقوم عنا ثورة، عسى أنه يثلج قلبه بذهاب هذا النظام. فكان من أول المشجعين إلها والمحرضين إلها، وخلى أخوي ينشق من العسكرية ويلتحق بالثورة. أستاذي هاي كانت مناه من زمان، مباشرة بلش يحرض الشباب اللي قاموا فيها، بتعرفوا أنتوا اللي قام بالثورة أنه الشباب الصغار، فكان يحرضهم ويشجعهم، وكان يبني أمل كبير عليهم أنه أنتوا الأمل وأنتوا كذا، وشجعهم كتير. وحتى بهالنقطة هاي نحن كنا نختلف معه، يعني أنه لا يدخل بهالتفاصيل هاي كتير وكذا، أنه العالم الساته ما ينضجي كما يجب يعني. بس المهم هو انخرط بالثورة من البدايات، وبلش يكتب أشعار بالثورة، وبلش يحرض ويحفز، إلى أنه عندما بلشت تقصف ضيعتنا الآمنة، وأنا كنت على رأس عملي، يعني أنا لحد للأيام هذيك أنا ساتني على رأس عملي أنه أنا مع الدولة في مركز البحوث العلمية كنت أعمل، إلا أنه شفت يعني قصفوا ضيعتنا وهي آمنة، ولم يكن فيها لا مسلحين ولم يكن فيها قوات ولا حملت سلاح ولا ناس عاديين، ربما بعض أشخاص طلعوا مظاهرات أو شيء من هالقبيل. وكنا نحن دائماً نحاول يعني نخلي الشباب أنه يا أخي خليكم بالمجال السلمي، نحاول نعمل تهدئة، وأنا على رأس عملي وأحكي لزملائي هنيك وزا، إلا أنه يعني بدأ القصف عنوة على ضيعتنا، وقتل عدة أشخاص على باب الجامع، يعني كان القصف مركز على الجامع.
إيمان نادر شاليش بالثورة وانخراطه مع الشباب في التظاهر وتفجير أحلام التغيير لم ينسه كما يقول لنا ابن أخيه طبيعة النظام الذي ثار السوريين ضده، ولهذا كانت رؤيته لطريق السوريين نحو إسقاطه والصعاب التي ستواجههم من أجل نيل حريتهم شاقة وغسيرة وطويلة الآجال والآلام. عندما كان يقول 10 سنوات على الأقل، بعد 10 سنوات يعني فكروا أنه ممكن يصير سقوط للنظام، كانت العالم تستهجن بشكل كتير كبير وتستغرب أنه شو هالحكي، بس كان عنده متفائل أنه النظام سيسقط عاجلا ما أجل والثورة ستنتصر، عنده إيمان بالثورة، يثق بالشباب ويثق بهذه الكوادر التي حملت ألوية الثورة منذ البدايات. عندما قال 10 سنوات ليس تشكيكا بقدرات الثورة، إنما معرفته بمدى تمكن النظام ومدى استماتته على الكرسي مقابل أن يبقى في المنصب، أن يحافظ على المنصب، وأن النظام مستعد أن يضحي بكل شعبه وبطائفته وبكل المقربين له مقابل أن يحافظ على الكرسي. وما يجري بهذا اليوم إلا شواهد لا يخالطها ظنون، فهدم للمساجد أين كانت ولا الآثار تنجو والحصون، براميل من الغربان تهوي وعالم صمته صمت مشين، ولا التاريخ سجل مثل هذا بيوم أوشك مثل حزين. أقبل نحن أم خرفان ذبح تلذذ في مقاتلنا اللعين، فيرجمنا بنار محرقات صواريخ فيعلون الأنين. أودع نادر شاليش شعره كثيرا مما أراد أن يقوله لنا وللتاريخ وللأجيال القادمة عما عاشه وعاصره من وقائع وأحداث وتحولات، ففي ديوانه المخطوط الأطميات كتب عن الثورة وأحلامها وعن العزة والكرامة وعن الملايين من السوريين الذين أبوا الذل ودفعوا كل ما يملكون في هذه الحياة من أجل لحظة حرية. وكان يحفظ جميع قصائده غيبا، يعني كتابه تقريبا 61 صفحة، طبعا القصائد ما نذاكرين قديش، كنت تقول له يا حجي يعني كيف حافظ هاي، ما عندك تخربط ما راح تنسى. قال يا ابني الأب بينسى أسماء أولاده؟ قلت له لا. قال وهدول أولادي، هدول أولادي من أمكن الثالثة. هو كان يحضر ديوان، على ما رأيته كان مجموعة من الأوراق يجمعها على شكل كتيب صغير يخطها بيده، لكن لم يكتب لهذا الديوان الولادة بالمطابع الحديثة يعني، وأظنه ما زال موجود عند أولاده. كان حلمه أنه ينطبع كتاب ويدخل بالمكتبة ويكون كتاب باسمه محفوظ بحقوق النشر، ولكن رحمه الله ما حالفه الحظ. كتب نادر شاليش عن الخالدية في حمص وعن ثوار اللاذقية وعن صور الدم والدمار، وخص دمشق التي عاش فيها ردحا من الحياة في حي جوبر الدمشقي، فاختزل معنى الحنين للمكان الأسير ومعنى الألفة مع الشام وأهلها، وأرسل روحه ها هنا مرة أخرى تطوف في درة الدنيا كما أسماها. سلام للشآم وساكنيها، وفي قلبي لذكراها شجون، مضينا بي الليالي مسرعات بعيدا لا يفارقني الحنين. أينسى القلب أحبابا نعمنا بصحبتهم تمتعنا السنون، أينسى فذة الأكباد فيها وفيها الحب والعهد المكين. فلا والله لا أنسى حبيبا وإن يجفو ولا عهدا أخون. قدمتك يا دمشق وكنت صبا وحيدا قلبه ثمل حزين، وجدت الليل فيها أو ضحاها سواء ما لظلماء العيون. وغيد كالمها يمشين خبا
وتعلوها المهابة والفتون، فمحي الدين والعدوي وجوبر، وساروجا بها قلبي رهين. رحل نادر شاليش غريبا عن وطنه. مات الضابط الشجاع ومدير المدرسة الموقوف عن العمل والشاعر الذي لم يزل صوته يحرك وجدان السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفيديوهات التي صورت له وحملت صوته وألمه وبعضا من وجدانه. لكن الموت لم يهزم إيمانه بالثورة، فظل هذا الإيمان هو الإرث الوحيد الذي تركه لعائلته وأبنائه كما تقوله أحاديثهم لنا. وفي الوقت الذي راحت فيه كل وسائل الإعلام تعلن ميلاد هذا الشاعر وتنعاه، كان يدور سجال واسع حول المكان الذي يجب أن يدفن فيه، والعيون ترقب التراب السوري القريب. نحن كسوريين هون بتركيا قدمنا خيارين، إما ندفن بالريحانية أو إلى سوريا. الحكومة التركية طبعاً تخدم بهذا الموضوع وتخير الشخص، يعني ما في مشكلة. فسألنا عائلته فتركوا القرار إلي. لم يترك وصية؟ لم يترك وصية وتركوا القرار إلي إنه في سوريا أم هون. طبعاً هو كإنسان ثوري وعنده قصائد ثورية وكثير كانت يعني تصف النظام ومن المعادين للنظام قلباً وقالباً حتى ما قبل الثورة، فأنا مباشرةً أنا تذكرت أنه كيف يفعل جنود الأسد في المقابر كما فعل بالمعرة وخان السبل، كيف ينبش القبور وكيف يدنسها، فلم أرغب بنقله إلى سوريا. واستناداً لهذه النقطة قررت أنه ندفنه هون. كثير من أصدقائه ناقشني بالموضوع أنه لازم ننقله إلى سوريا، فعندما قدم له البرهان أو السبب يتراجع ويؤيد الفكرة ويقول أصب، فلا أرغب أن أرى قبره يدنس من قبل عصابات النظام وعساكره. بين البيت والقبر وبين الموت والميلاد يأخذنا الشاعر إلى هاهنا، إلى المكان الذي دفن فيه في هذا الجزء من المقبرة المخصصة للسوريين الغرباء في بلدة السمسولية قرب مدينة الريحانية في الجنوب التركي، وعلى بعد كيلومترات قليلة من الحدود السورية. شيء من العرفان لرجل كان مجهولا، لرجل لم يعرفه إلا القليل من الناس، لرجل لم يعطى حقه من هذه الدنيا، لرجل ظننت لو كان هناك في عيناي أو ظروف أحسن من هيك لأبدع أكثر مما أبدع. Thank you.